السلام عليكم ورحمة الله. نواصل الحديث في موضوع آخر في الميديكال جينيتكس، بيتحدث على موضوع جينيتك فاريشن أو ما آخر، تحدث على الجينيتك بوبوليشن، إيش اللي بيحصل في عملية تغير على مستوى الجين فريكوانسي في البوبوليشن أو على مستوى الأليل فريكوانسي في البوبوليشن، لأنه جنرالي بشكل عام كل population طبعا فيها نوع من الـ frequency of the alleles and frequency of the genotypes. Usually the frequency constant of the genotype, the frequency of the allele types is constant in this population. إلا إذا حصل في عنا هناك تغيرات أو ظروف معينة زي ما هنتحدث عنها لتقوم. لكن قبل ما نتحدث عن الجينيتك بوبوليشن، خلينا نطلع ان جنرال ونمر بسرعه على شغلات احنا عارفينها بس جاست كويك. في موضوع البوليمورفيزم طبعا احنا بنعرف احنا ان جنرال الاور جينوم تقريبا في عنا احنا اختلاف ما بين الهيومن بينز، يعني مش كل انسان بكون ايدنتيكال الإنسان آخر، أو كنا نحكي في الماضي بأنه two chromosomes نفسهم they are not identical but they are مثلاً homologous، أو في أن هناك عدد معين من difference between the populations in general، تقريباً 6 مليون differences بيحصل عندنا ما بين جينوم وجينوم آخر المقصود فيه على مستوى النيوكليوتيدز. بيجي بيعطيني إشارة بقولي تقريبا 1 بيس بير different for any 1000، يعني in two individuals ممكن تلاحظ فيه عندك اختلاف، لكن هذا مش شرط يكون اختلاف مرضي، هو يعني اختلاف just in النيوكليوتيدز for any certain place. والحديث طبعا in general انه متعارف عليه اور جينوم بشكل لي او بمعنى صح الانهيرتس جينيتك ماتيريال اللي بتمثل لي البروتينز تقريبا بتمثل اثنين او اكثر شوي اقل شويه بالنسبه للاور جينوم من ناحيه اللي هو الاكتشوال انكودد ماتيريال. انجينال طبعا عملية الديفرنشيشن among individuals بنلاحظ انه في عنا شغلات بتعطي هذا الاختلاف. مثلا في عنا حاجة اسمها VNTR variable number of tandem repeat، بتعرف زمان تحدثنا في الفصل الماضي في موضوع النوكليار بيولوجي على يوجد هوني ساتلايت ميني ساتلايت مايكرو ساتلايت، هذه كلها عبارة عن certain السيكونس ريبيتد موجودة في الجينوم، ممكن طبعا تختلف من إنسان لآخر، وهذه برضو بتعطيني variation among populations. في المايكرو ساتلايت طبعا يكون عندي عدد معين من 2 إلى 4 طبعا موجود، تمام، ممكن يكون في عندي في 3 في 4 في 5 نيوكليوتايدز، وهذا بيعطيني نوع من الاختلاف من هنا بنقدر نميز between أو among individuals. النقطة هنا why do we care about genetic variation؟ طبعا احنا هنا care بيعطيني إشعار على أساس هو الـ phenotypic differences among different individuals، يعني هذا بيعطيني ممكن يعطي انعكاس إنه في عنا certain phenotypic picture تختلف من إنسان إلى آخر، وهذا نتيجة الـ variation في الكاركتر in general، هذا الكلام على مستوى الكلام على مستوى على مستوى الكاركتر على مستوى الميتابولايتس ان جنرال، هذا الكلام بيكون عندنا من اختلاف من شخص الى اخر ممكن نلاحظين. والجينيتك فاريشن كمان بيعطيني اشعار لما اجي اقول والله انا في عندي سيرتن سيكونس اوف ذا نيوكليوتايدز بشكل او باخر ان سيرتن انديفيديوال، ممكن هذا يكون عنده بريدسبوزينج فاكتور certain genetic material to have certain disease، أو مثلا يكون عندنا response للدرج، أو مثلا يكون عندنا response للenvironmental factor أكثر من ناس آخرين. إذا دراسة genetic variation بيعطيني prediction إيش ممكن يحصل عندي
من ناحيه الافكت بتاعت الاذر فاكتورز على الانسان. جينيتك فاريشنز ريفيل كلو اوف انسيستر هيومن مايجريشن هيستوري، يعني كمان الجينيتك فاريشن لما اجي اتبع الفاميلي هيستوري ممكن اقدر في الاخر اصل لموضوع الانسيسترز بتاعتنا، انه ايش كيف كانت الكاركتر بتاعتهم، كيف كانت ديزيز ديستريبيوشن فيهم، كيف كان سيرتن كاركتر موجود عندهم، هل تم توارث هذه الاشياء في هذا الانسيستر، هل صار هناك عندي مثلا مايجريشن هوست from one area to other area. هذا الكلام دلالاته هو دراسة الجينيتك فاريشن among the populations، فهنا دلالة لهذا الجينيتك فاريشن. طبعا الاختلاف بشكل عام بيبدأ من نيوكليوتايدز اوكي زي ما ذكرنا الى certain nucleotides repeated sequence more than one nucleotide، ممكن يصل كيلو بيسز في هذا الموضوع. إذن in general هذه single nucleotide أعطتني كمان دلالة، يعني لو أنت طلع genetic variation إحنا ممكن يصير في عندنا هناك single nucleotide بالمورفيزم في داخل ال population من إنسان إلى آخر، لكن no meaning من ناحية ال significance كمستوى clinical، لكن ممكن تحصل certain single nucleotide بالمورفيزم in certain location affect gene transcription ناحية quantitative أو qualitative. هذا الكلام ممكن يصير عندنا موجود، ممكن يأثر على البروتين ستراكشر، على الفانكشن بتاعت البروتين، ممكن يأثر على عملية الريجوليشن اوف ديفرنت ستيب ان ذا ميتابوليزم بتاعت البادي. اذا هذه كلها عبارة عن دلالات ممكن احنا طبعا تؤثر على اللي هو الهيومن من خلال سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم. كمان الانسيرشن او الديليشن طبعا اكيد حيكون له دلالة بشكل او باخر. طبيعة المايكرو ساتلايت والميني ساتلايت زي ما ذكرنا برضو بيعطي دلالة انه ممكن اميز بين الاشخاص في موضوع زي ما ذكرنا فورنسيك ميديسين، موضوع الباتيرنتي، هذا الكلام كله احنا ممكن نعرف. موضوع الديزيز كمان ديليشن او الانسيرشن ممكن يعطيني دلالة على الديزيزز وايش اللي حصل عندنا في الشيفتين بتاع الجينز الموجودة هنا. طبعا اللارج ديليشن كمان لو حصل عندي لارج ديليشن ممكن برضو او انسيرشن ممكن يحصل عندي يعطيني دلاله على امراض زي ما حصل في موضوع الديزيز زي التلاسيميا مثلا، او موست اطلع على الالفا تلاسيميا تحس انه في عندنا الفا تلاسيميا ريليتد تو ذا ديليشن لارج سيكونس اوف دي ان اي از ديليتد، ممكن يكون عباره عن كيلو بيسز يصل ل 70 80 كيلو بيسز في هذا الامر. In general هنا بتحدد عنا على موضوع البوليمورفيزم انه الدي ان اي بوليمورفيزم بيعطيني دلالة لللينكج ماب، يعني ممكن يحصل عنا من خلال اللوكيشن بتاعة البوليمورفيزم ممكن من خلال دراستهم يعطيني دلالة للديزيز لوكيشن في داخل الجينوم، ممكن يعطيني البوليمورفيزم طبعا يعطيني طفرة ليدر ده، ممكن يعطيني دلالة ديزيز لوكيشن او وين اللوكيشن بتاعت الجين في ديفكت، ممكن يعطيني اشعار على موضوع الباتيرنتي زي ما قلنا الماتيرنتي الفورنسيك ايدنتيفيكيشن، ممكن البوليمورفيزم هذا يعطيني دلالة على موضوع البرينيتال دياجنوسيس في الاكزامينينج للدي ان اي بشكل او باخر، ممكن كمان الدي ان اي بالمورفيزم فروم وان بيرسون تو انذر، المقصود هنا بالمورفيزم مش موضوع سنجل نيوكليوتايد، ممكن يكون مور ذان وان نيوكليوتايد، كمان بيعطيني دلاله في طبيعه عمليه الريكومبينيشن بتوين جينز لما بيحصل عندي عمليه الكروسنج اوفر، ممكن نقدر عملية الريكومبينيشن وكذلك عملية اللينكج ما بين الجينز كيف ممكن يحصل عندنا في هذا الأمر. هذه شوية مفهوم صعب شوية، لكن هذه عبارة عن دلالات ممكن توضح later on في اللي هو الشرح في محاضرة قادمة. إذن الم
الموضوع بتاعنا زي ما ذكرنا دراسة Genetic Population Study. فبيجي بيقول لي الـ Population Genetics Study هي عبارة عن Study of Quantitative Study، يعني عبارة عن Quantitative Study بتعطيني انطباع على Distribution of the Genetic Variation، يعني من خلال دراسة Quantitative Study على مستوى الجينز على مستوى الأليلز بيعطيني طبيعة الـ Distribution of Genetic Variation في الـ Population. تمام. وكمان هذه الدراسة بتعطيني دلالة على طبيعة الـ frequency of the genes أو frequency of the alleles frequency of the genotype maintaining أو change، يعني بنقدر نعطينا إشعار، يعني ممكن يكون عندي دلالات change in the frequency of the alleles يعطيني دليل the frequency change the frequency of the genotypes، هذا ممكن يؤدي أو العكس كذلك. فطبيعة الاختلاف هنا هيعطي اختلاف في الآخر، أو طبيعة الكونستانت هنا هيعطيني كونستانت في الآخر، المقصود هنا كونستانت في الألي فريكونسي هيكون عندي كونستانت في الجينوتايب فريكونسي وهذا المجال في البوبيوليشن. إذا البوبيوليشن جينيتكس is concerned both the genetic factors such as mutation and دلالة البوبيوليشن، دراسة البوبيوليشن جينيتكس كان كمان بده يدرس فيها طبيعة الفاكتورز that are involved في هذا التغير. يعني مثلا أنا درست عندي أنا genetic frequency أو gene frequency in the population، وكذلك درست الأليل frequency في population، وجود عندي إشكالية ممكن يعطي دلالة على إنه في عندي mutation مثلا معين، ممكن يعطيني دلالة على أساس إنه في عندي غير mutation، ممكن يعطيني دلالة في عندي environmental factors أثرت، ممكن يعطيني دلالة إنه في عندي social ايكونوميكال فاكتور ممكن تكون اثرت في عندنا صار سيلكشن اختيار، او بالمعنى الاصح انه الجينيتيك بوبيوليشن ما صار لهاش نوع من الهارموني، يعني الهارموني اللي عباره عن التوازن في انه يكون عندي ثبات في النسب ما بين الجين فريكونسي والالي فريكونسي من خلال عمليه سيلكشن، انك انت رحت في هذه البوبيوليشن صار عندنا نوع من السلكشن اختيار فئات معينة، وهذه الفئات المعينة صار لهم سيرتين بيهيفير وأثرت على موضوع من الجين فريكونسي والألي فريكونسي. ممكن إذا صار عندي اختلاف على الريشيو ما بين الكونسستنسي بين الجين فريكونسي مع الألي فريكونسي يعطيني دلالة على إنه صار عندي مثلا مايجريشن. تمام، هذه أمور كلها بيعطيني دلالات. إذا هذه الاختلافات ما بين هذه النسب في الألي فريكونسي والجينوتايب فريكونسي بيعطيني دلالات لإشكاليات أو لسلوكيات صارت عندنا في هذه البوبيوليشن. كمان البوبيوليشن جينيتكس دراستها بيعطيني كمان أدرس هيستوري للجينيتك ستراكشر في الهيومن من خلال ديفرنت أنسيستورز موجودة عندنا بشكل أو بآخر، أو مثلا يعطيني دلالات على الجين فلو، يعني ممكن إنه صار عندي إذا وجد عندي تغير على سبيل المثال في الجينيتك بوبيوليشن من ناحية فريكوانسي لجينز أو لأليل معين، ممكن نقول والله صار في هناك نوع من فلو، إنه في صار عندي تدفق لسيرتين بيرسونز وسيرتين جين ستايل أو أليل ستايل أكثر في البوبيوليشن، فعمل نوع من الديستيربانس في الأليل فريكونسي مقارنة مع الجينوتايب فريكونسي، ما فيش عندي كونسيستنسي في هذا الأمر. إذا هو كأنه بيقول لي بمعنى أصح إنه دراسة الجينيتك بوبيوليشن من ناحية الهارموني بين الأليل فريكونسي والجينوتايب فريكونسي بيعطيني دلالة للأشياء اللي ذكرناها سابقا من ناحية الميوتيشن، من ناحية environmental problems social problems selection صار عندنا migration، في عندنا بعض الأحيان ممكن يصير عندي flow of the genes to the population أو ممكن يحصل عندي selection في هذه الـ population. Important the optimal method for identifying genetic susceptibility to common diseases. Population genetics provide the knowledge about the different genetic diseases that are common in different populations
يعني بمعنى آخر الاوبتيمال ميثودز الموجودة عندي ممكن تقيم طبيعة الديستريبيوشن اوف ذا جين فريكوانسي عند الليل فريكوانسي ذا كومون ديزيز، بيعطيني نوليدج اكثر اباوت ديفرنت جينيتك ديزيزز امونج ديفرنت بوبيوليشنز. هي المقصود في هذه الجملة. الانفورميشن ذات از نيدد فور كلينيكال دايجنوستس، وهذا الكلام ممكن يساعد يعني في وجود الميثودز في على اساس انه يعطيني النولج في الديفرنت جينيتك ديزيز، ممكن يساعد في عمليه الكلينيكال دايجنوستس اللي ممكن صارت عندنا في البلد او في البوبيوليشن، ممكن يعطيني دفعه للكونسل كونسلرز على اساس انه يصير عندي مجال نقدر نعمل اولين نعمل جينيتك كونسلنج، وممكن نقدر نعطي انطباع how the allele frequencies for a certain type of gene is required for making risk for certain disease. إذا هذا يعني وكانوا بيعطيني إشعار إنه اللوز أو الميثودز اللي إحنا بنستخدمها هي بالفعل بتعطيني identification للجينيتيك susceptibility to the certain أو the common disease. Anyway، هذا عبارة عن يعني توضيح لدراسة الجينيتيك بوبيوليشن، وكأنه أنت بيقول لي أنه لابد الجينيتيك بوبيوليشن تكون محاطة بسيرتين كونديشنز على أساس نقدر نقول أنه إحنا في عندنا هارموني. فمن هذا في دراسة الارتباط ما بين الأليل فريكوانسي والجيل فريكوانسي، كان هناك دراسة للعالم هاردي والعالم وينبرغ في دراسة الجين والأليل فريكوانسي. فإيش قالوا عنا في هذه النظرية هاردي وينبرغ لو؟ هذه تعتبر طبعا the كورنر ستون، يعني حجر أساس الـ population genetics study، بمعنى أنه من خلال هذه المعادلة اللي أوجدوها هاردي وينبرغ بنستطيع نعمل عملية calculation للجينوتايب فريكوانسي from allele frequency، وكذلك العكس. طبعا هذا الكلام إن شاء الله هنوضحه في أمثلة later on. إذا هاردي وينبرغ لو بيجي بيحكي لي هنا إنه في عنا calculation للجينوتايب فريكوانسي from allele frequency، وإيش يعني يعطيني إشعار بقول the proportion of genotype don't change from one generation to another if the frequency remains constant. وكأنه ايش بقول لي اذا انتقلنا من population من generation لاخر، يعني انا بحكي على my father بعدين بحكي على جيل my father او الجيل بتاعي او جيل ابنائي، طول ما الفريكوانسي بتاعت الجينوتايب is constant اكيد القليل frequency will be also constant. تمام؟ صار عندي تغير في الاليلي فريكوانسي اكيد بتوقع انه يصير عندي تغير في الجينوتايب فريكوانسي. لانه بقول لي هنا الـ proportion of genotype that don't change from one generation to another if the allele frequency remain constant. If the allele frequency remain constant. Anyway، هذا اللو او هذا الايكوليبريم طبعا هي قديمه، ولكن أعطت إفادة في عملية تقييم الجيل فريكوانسي والألي فريكوانسي. إيش بحكي لي؟ بقول لي إنه الفريكوانسي of the alleles and the genotypes in a population will remain constant from one generation to the another if the population is stable and in genetic equilibrium. تمام؟ يعني الفريكوانسي بتاعت الأليلز وكذلك الفريكوانسي بتاعت الجينوتايب، هنوضح الآن إيش الأليلز وإيش الجينوتايبس في المعادلة، will remain constant تمام from one generation to another تمام stable if the conditions like the population is large if the mating is random. يعني البوبيوليشن اللي بتعمل عملية تقييم هتكون large طبعا مش small على أساس يكون عندي more data،
كمان عندنا الميتنج بتاعت البوبيوليشن هيكون راندوم، يعني ما فيش عندي نوع من السلكشن. ها، واحنا كأننا بنقول زي ما ذكرنا قبل شوي انه السلكشن هي عباره عن اشكاليه ممكن تاثر على اللي هو هذه الاكوليبريم. كمان ما فيش عندي ميوتيشن جديده ظهرت في البوبيوليشن، كمان ما فيش عندي مايجريشن اور اميجريشن. المايجريشن يعني الناس طلعت من هذه البوبيوليشن، طلعت برا، زي ما صار عندي مثلا ناس طلعت من البلد وناس مثلا دخلت على البلد غرب بصفة معينة. إذن الخروج والدخول ماي immigration والإيميجريشن هذا بيعطي إشكالية في موضوع إنه يعطيني الكونسستنسي بتاعت اللي هو الجين فريكوانسي والأليل فريكوانسي في البوبيوليشن. كمان ما فيش عندي نيتشر سيلكشن، يعني ممكن كلمة نيتشر سيلكشن يعني ما صارش عندي نوع من الأمراض اللي حاولت مثلا هذه الأمراض في وجود أليلات معينة ممكن صار في عندنا ديت لناس معينين، ناس آخرين صار لهم ريكفري من الديزيز، فهذا طبعا هيعمل ديستيربنس في الفريكوانسي لكل من الأليلز والجينوتايب. على هذا الأساس بيجي بيحكي لي هنا في المعادلة، بقول لي ان جنرال، احنا طبعا ان جنرال متعارف عليه انه احنا في عندنا جينوتايب، بمعنى دائما بنتحدث انه بنقول انا في عندي كروموسوم فادر كروموسوم مدر. كروموسوم فادر في عندنا جين موجود عليه، وعلى الكروموسوم مدر نفس الجين، وكان انت بتقول لي يوجد هناك أليل على كروموسوم فادر وقليل على الكروموسوم هذا بشكل أو بآخر. طيب هذا واضح، فبيجي يحكي لي هذه الأليلز الموجودة عندي ممكن أنا أقول في هذا الأليلز في كروموسوم فادر ممكن يكون سليم، زي ما ذكرنا موضوع البيتا جلوبولين فور إكزامبل، والأليل بتاع اللي جاي من مدار للبيتا مثلا يكون مريض أو في ميوتيشن. فبقول لي أنا بدي أعطيك هنا كقيمة، بقول لي البوبوليشن هي تتكون بتاعتي أنا من أليلز بوبوليشن أوف جينز، تمام، يا إما الأليلات تكون سليمة يا إما الأليلات مريضة. فقال لي هنا في الآخر مجموع الأليلات السليمة مجموع الأليلات المريضة كلها بكون واحد، يعني بكون مثلا مجموعها عبارة عن constant one، يعني يقول هنا صار عندنا مثلا بتقدير كقيمة بشكل أو بآخر. يعني لو قلنا البوبوليشن فيها 0.45 قليل بي مثلا أو قليل سليم و 0.55 قليل مريض، معناته التوتال نمبر 1 في هذه البوبوليشن. ولكن بيجي بيوضح لي كمان هنا في هذه المعادلة، بقول لي الـ population هي عبارة عن ناس سليمة ناس حاملة لمرض وناس مريضة، وطبيعي هذا الكلام صحيح. يعني انت بتيجي تطلع مثلا، وعارف انا عايز اوضح هنا الدراسة هنا في موضوع الكاركتر بتاعت الـ diseases تتمثل اكتر في موضوع الـ recessive disease. ليش؟ لأنه أنا في عندي مفهوم الأليلز أكتر، أما بالنسبة لموضوع الديزيز في موضوع الدوميننت وأن الليل كافي أنه يعطيك وضع مرض، في موضوع الريسيسيف وأن الليل مش كافي أنه يعطيني، يعني ممكن في عندنا صفة الكارير في الدوميننت ما فيش عندي صفة الكارير في البوبوليشن. إذن الريبريزنتيف ديمونستريشن في موضوع الهاردي وينبرج equation اللي هو عبارة عن represented by the recessive disease، وكأن انت بتقول لي في عنا مرض، عنا ناس حاملين للمرض، في عنا ناس مصابين بالمرض، وعنا ناس سليمين المرض مش باين عليهم. اذا هذا population اللي هي تتمثل في هذه المعادلة، فبقول لي انا الالليلز بي frequency of the normal allele frequency of q frequency of mutant allele، تمام. فبقول لي b plus q square equal اللي هم الpopulation،
بي سكوير، يعني انا في عندي ناس بي سكوير ناس نورمال، ايش يعني؟ يعني عندهم 2 الليل سليمين، طبعا في عندي ناس نورمال، وكذلك انا بلس 2 بي كيو، يعني المعادله هذه لو نيجي نوزعها كماتماتكس اللي هو عباره عن بي سكوير بلس 2 بي كيو، يعني وكانه انت بتقول في عندي ناس حاملين، طبعا انا في عندي ناس حاملين عندما اتحدث على ريسيسيف، يعني ممكن ناس عندهم 1 الليل سليم 1 الليل بروبلماتيك، وكمان ممكن يحصل عندي يكون ناس مريضين اللي هو كيو سكوير. اذا ان جنرال البي والكيو هم واحد، اكيد بيعطوني واحد كقيمه، تمام. وكذلك وكانه معناته بيقول لي الفريكوانسي اوف ذا الليل نورمال بلس فريكوانسي اوف الليل اب نورمال ايكوال 1، فريكوانسي اوف جينوتايب نورمال بلس فريكوانسي اوف كارير بلس فريكوانسي اوف نو بيشنت ايكوال اولسو 1. إذن عندما أتحدث على B سكوير أتحدث على frequency of إيش non carrier، يعني أتحدث على frequency of normal healthy. عندما أتحدث على B Q أتحدث على frequency of carrier، عندما أتحدث على Q سكوير أتحدث على الناس الأفكتد الناس المريض. وكذلك طبعا بيجي بيقول لي هنا يعني كجملة عابرة انه التقييم كذلك للاشياء او للاليلز عندما يكون عندك مور ذان 1 اليل ريسبونسبل فور جينوتايب، مور ذان 1 اليل ريسبونسبل فور سيرتين جينوتايبك بيكتشر او فينوتايبك بيكتشر، زي يكون عندي بي وكيو اند ار على سبيل المثال. وطبعا الجينوتايب ديستريبيوشن في هذه الحاله بيكون بي بلس كيو بلس ار سكوير، لكن هذا امر احنا الان مش بصدد الحكي عنه. هذا جانب. اللي بيحصل عندنا هنا لما نحاول نعمل كمعادله بسيطه بيجي بيقول لي مثلا انتو كالكوليت الجينوتايب فريكوانسي، بامكاننا نيجي نطلع بيعطيني هنا مثلا 3 جينوتايب A كابيتال A كابيتال، ممكن يكون هذول عبارة عن سليمين، طبعا A كابيتال A سمول كارير و A سمول سمول، هذول جينوتايب 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 جينوتايب، بخصوص جينوتايب اللي هو مجموع 2 أليلز بنقدر نقول عنه عبارة عن جينوتايب. إذا the frequency of each genotype كحساب عملية سهلة، لو أنا بدي أعمل frequency لل A مثلا frequency of genotype AA اللي هو number of AA على الفريكوانسي على التوتال نمبر، فبعطيك فريكوانسي فريكوانسي للكارير جين فحيعطيني نمبر اوف ذا كاريرز انديفيديوال على التوتال نمبر فريكوانسي اوف ذا افكتد بيرسون، بهالم جرب يحصل عندي نمبر اوف انديفيديوال افكتد على النورما على النمبر التوتال نمبر، وهكذا بيعطيني فريكوانسي في داخل هذه البوبوليشن. بس هنا كمان عايز اوضح زي ما ذكرت في السابق انه the law apply to autosomal loci والخصيصة ان to all autosomal loci والخصيصة عندما تحدث على موضوع ريسيسيف، اوكي انا وضحت انا مش موضوع الدومينانت and to the X chromosome also in female، ليش؟ لانه في الميل عندي 1 X chromosome فصعب ان اتحدث في موضوع ريسيسيف ودومينانت في هذا الموضوع لانه عندي 1 chromosome، لانه عندما تحدث على 2 loci على 2 allele هذه الشغلة. الآن بيجي بيقول لي نقطة أخرى، الأمر هذا زي ما ذكرنا في السابق إنه هو في عندي أنا constant frequency للalleles بصحبة constant frequency في الجينوتايب، هذا ممكن يحصل له disturbance، وقلنا طبعا عن disturbance من خلال شغلات عددناهم، لكن بنيجي بنعددهم مرة أخرى إنه أنا صار في عندي new mutation، صار عندي migration، صار عندي genetic drifting، صار عندي natural selection أو consequence، هذه عبارة عن عوامل صارت عندنا بهذا الأمر. إذا ممكن يحصل إنه new mutation new mutation allele frequency change with the passage of time from one generation to another because
صار الليلز ميوتيتد، يعني صار في عندي الليلز ميوتيتد اوكي في هذه في هذا الجنريشن، فهيحصل عندنا هنا اختلاف ديستربنس، يعني ما في شيء هناك عندنا تحس انه compared to the previous one حيكون عندنا the same frequency. إذن the mutation rate for this matter change في الأليل frequency فمعناته حيحصل عندنا هناك problem في هذا الموضوع. إذن هذا بالنسبة لموضوع ال mutation، إذا حصل عندي mutation في داخل ال population. واللي ممكن يحصل عندي عملية migration. ايش يعني migration؟ قلت لكم هنا انه migration ممكن يحصل عندي influx of gene، يعني gene flow. gene flow يعني مثلا على سبيل المثال عندنا population على سبيل المثال عندها certain يعني homogeneous من white color، لكن نشوف اللي دخل عليهم ناس black color على سبيل المثال في هذه population، اذا فينا صاروا كانه gene flow البلاك كلر، فهذا حيعمل ديستيربنس في هذا الامر. واضح؟ اذا معناته البول اختلف عندي هون نتيجه المايجريشن، او مثلا اعكسها اميجريشن اور مايجريشن اند اميجريشن، او ناس مثلا طلعت سواء كان جين فلو او جين لوس، برضو على هذا الجانب حصل عندي مشكله في هذا الموضوع. اوكي هذا كمان هنا كمان الحديث على طبعا البداية كان في موضوع الميوتيشن زي ما ذكرنا انه انا في عندي صار ديستيربنس في طبيعة الجينز الأليلز سواء كان السليمة مقارنة مع اللي هو عفوا صار في عندي ميوتيشنز، فهذه الميوتيشن صارت في سيرتين جينيريشن عمل لي اشكاليه. المايجريشن صار في عندنا اللي هو عباره عن جينيتك فلو سواء كان داخل البوبيوليشن او مثلا خرجت من هذه البوبيوليشن. عندنا مصطلح اخر اسمه الاستراتيفيكيشن. الاستراتيفيكيشن انه بيحصل في عندنا وجود بوبيوليشنز سمول جروب سب جروب، تمام؟ وهذه السب جروب عامله لي اشكاليه في عمليه تقييم الاشياء. بمعنى يعني كيف هذا الامر؟ انه والله انا مثلا عندي زي ما نقول على الجيوش عندنا الان اليهود، طبعا في عندهم سيرتن سب جروب، هذول لهم سيرتن كاركتر وكلوز توجذر زي ما كنا حكينا عنهم، مثلا الشكنازين او مثلا ناس اخرين لهم سيرتين كاركتر لهم صفات معينه منكمشين على على حالهم. يعني مثلا والله احنا عباره عن الشكنازيم، ذكرنا احنا في بدايه الكورس قلنا مثلا الشكنازيم دول دائما عندهم زي تي ساك ديزيز، مشاكل على مستوى المصل. ليش؟ لانه دائما عندهم تزاوج خلال نفس الجروب. إذا هذول خرجوا على النص، ليش؟ لأنه زي ما ذكرنا في ضمن الشروط بتاعت البوبيوليشن لابد يكون عندي ايش؟ راندوم ميتنج، معناته اختل هذا الأمر. هذا موضوع الاستراتيفيكيشن، إنه في عندي سيرتن سب جروب، ناس مثلا شكنازيم، ناس بعين ألبينو، ناس عندهم مشكلة العمى البلايندنس، فدائما عندهم ايش؟ تقوقع في داخلهم، وهذا اللي ما يعمليش نورمال ديستريبيوشن او راندوم ديستريبيوشن لهذا الموضوع. هذا بالنسبه لموضوع الاستراتيفيكيشن في هذا الجانب. الجانب الثاني ممكن يحصل عندي جيناتيك دريفت. جيناتيك دريفت انه طبعا الراندوم ميتنج اكيد في عندنا هذا الامر موجود، انه بتكون عندي كوليبريم، لكن بحصل بعض الاحيان مش راندوم ميتنج زي ما قلنا انه في سيرتين بوبوليشن، فمعناته حيعمل لي نوع من الدريفتنج، بمعنى انه وكانه صار في عندي جاب ما بين الفريكوانسي اوف ذا الليلز النورمال وكذلك الفريكوانسي اوف ذا الليل اللي هي الابنورمال الليلز. فهذا من خلال
سلوكيات مثلا مش صحيحه في عمليه الجينيتيك دريفتنج، صار عندنا في موضوع البيهيفير اللي مش سليم عند هؤلاء الناس. هاي المقصود في موضوع الدريفتنج. Assortative meeting ال assortative meeting عندي أنا زي ما ذكرت عندما نتحدث عفوا في موضوع الاستراتيفيكيشن قلنا انه يوجد عندي هناك سب جروبس، هذه السب جروبس الى سيرتين بيهيفير في اللي عملت لي هذا الموضوع. في الموضوع الاخر في موضوع الاسورتيتيف ميتنج هنا انه مثلا الاسورتيتيف ميتنج انه مثلا ناس عندنا على سبيل المثال عندهم ظاهرة الألبينو، عندهم مشاكل، فدائما هم كلهم بتزوجوا من بعض، الناس الألبينو مع الألبينو، هاي المقصود في الأسورتيتيف ميتينج. ناس مثلا متدينين والله شيك نزيم مع شيك نزيم، فناس عندهم كلتشر معين نفس القضية في صير عندنا ميتينج. ناس عندهم مثلا اثنيسيتي معين، ناس هسبانيك مثلا زي في امريكا دائما هذول الناس عندهم ميتنج بشكل او باخر. اذا هي المقصود في الاسورتيف ميتنج، اذا الاسورتيف ميتنج انه بيحصل عندي ميتنج اللي عمليه تزاوج مع ناس لهم سيرتين نفس الكاركتر، وهذا الكلام بيعمل لي ايش؟ بيعمل لي ديستيربنس في الهاردي وامبرجلو بشكل او باخر. اذا الاسورتيف ميتنج اختلف مصطلحه عن اللي هو المصطلح اللي ذكرناه في السابق اللي stratification. stratification انه في عندي انا sub population في هذا الموضوع. في عندنا nature selection. natural selection انه natural selection انه بتحس وكأنه ال population تعرضت الى يعني ازمات، حصل في عندنا مثلا ديزاستر، صار عندنا مثلا ملاريا، وهذا الملاريا انه عندما انا اتحدث على ايفالويشن مثلا للجين بتاعت السيكل سيل انيميا، فتحس انه الملاريا عملت ديستيربنس. ايش يعني ديستيربنس؟ يعني سيرتين بوبوليشن مثلا في منهم ناس عندهم سيكل سيل كارير، في ناس افكتد، في ناس نورمال في البوبوليشن، فتحس ان الملاريا ممكن تعمل كيلينج لسيرتين سب جروب من هذه الثري كايند اوف بيبل، فمعناته هذا عملي ديستيربنس، هذا بسموه نيتشرال سيلكشن كطبيعه. ممكن يحصل عندي مشاكل اخرى تؤثر على الهارد وينبرج اللي هو الكونسانكوينتي، انه انا صار في عندي نوع من التزاوج، تقارب الاقارب مع بعض، فهذا الامر اثر على الاشكاليات بتاعت أو هيأثر على التوازن الموجود عندنا في هذا الموضوع بالنسبة لموضوع الـ consanguinity. الآن طبعا هنا هننتقل، لكن هحاول أتوقف هنا إن شاء الله، وفي محاضرة أخرى نكمل التوضيح أكثر لـ examples عشان تتضح الصورة بتاعت هذا اللو. وشكرا لاستماعكم.